بلا مناكفات، بلا مهاترات، بلا اتهامات بلا طعمة. اللي صار امبارح هو تكرار ممل إذا بدك لمسرحية رديئة الإخراج عم بيقوم فيها عهد ميشيل عون. للأسف نحن بطلنا قدام عهد، نحن أصبحنا أمام نظام ميشيل عون الذي يشبه نظام بشار الأسد. كل شيء عم يعمله العهد اليوم هو محاولة توريث جبران باسيل، كما لو أنه نحن لنظام عائلة لبنان صار محمية عونية وأخذين راحتهم الشباب، ما شايفين وجع الناس، ما شايفين الطوابير، ما شايفين الطوابير قدام الأفران، قدام الدواء، قدام محطات البنزين، وكل همه رئيس الجمهورية ميشيل عون إنقاذ مستقبل السياسي لجبران باسيل. أكثر من ذلك أنه منشوف رئيس جمهورية قوي بعضلات حزب الله ويقولوا العهد القوي هو العهد المستقوي. الإعلان عن باخرة الإيرانية وكان أمر عمليات واضح بتعطيل تشكيل الحكومة. نقطة على السطر. هيك أولاً في مفصل كان هو إعلان السيد حسن عن موضوع الباخرة الإيرانية. يعني هل تريد أن تشكل حكومة الباخرة الإيرانية؟ أي حكومة ستستقبل باخرة تحمل معها ويلات وكوارث على لبنان؟ من بلد كل الدول حذرة بالتعامل معه، ومن بلد ما في بلد حط إيده فيه إلا ما خربت، لأنه أي حكومة ستشكل ما فيها تتحمل هذه العاصفة في حال وصلت الباخرة الإيرانية إلى لبنان. صراحة في عملية دجل عم بيمارسها تيار الوطن الحر والفريق السياسي المحيط برئيس الجمهورية بكل شيء. يعني في عملية دجل على الشعب اللبناني وفي عملية كذب على الشعب اللبناني كتير كبيرة ومحاولة تعميم أجواء إيجابية ما في منها شيء. الرئيس نجيب ميقاتي عم بيتابع مسار تشكيل الحكومة وفق الأصول الدستورية اللي كمان كان ملتزم فيها الرئيس سعد الحريري. الموضوع منه موضوع شخصي ولا موضوع أنه حدا عم يفرض شروط، هناك أصول دستورية. فريق رئيس الجمهورية عم بيحاول تغيير الدستور بالممارسة طالما يتعذر اليوم تعديل الدستور، وعم يتعاطوا كما لو أنه نحن بنظام رئاسي، نحن بنظام برلماني ولسنا بنظام رئاسي. وهذا الأمر للأسف صار عم يستفز شريحة كتير كبيرة من اللبنانيين هي الطائفة السنية. وسمعنا مؤخرا خطبة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان نهار الجمعة الماضي قدي كانت واضحة بكثير من الرسائل اللي وصلتها. يعني ما بيقدر التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشيل عون الذي بيحكينا عن نضالاته ضد الوصاية السورية وعن الظلم اللي لحق فيه بالوصاية السورية أن يمارس اليوم نفس الفعل. السؤال اليوم أنه هناك خشية، هل سيغادر ميشيل عون قصر بعبده عندما تنتهي ولايته؟ أم سيضعنا أمام احتمالات تعيدنا بالذاكرة إلى سنة 89 عندما لم يخرج من قصر بعبدة إلا بعد ما أصفوا الطيران السوري واستدرج الدخول السوري إلى لبنان بعد ما كان عم بيفاوض السوري كرمال يعمل رئيس جمهورية؟ إذا لم يشكل الرئيس نجيب ميقاتي حكومة أعتقد أنه لن يستطيع أي رئيس مكلف آخر أن يشكل، إلا إذا بدنا نجيب له رئيس من المريخ لميشيل عون. إذا لحد هلأ في ثلاث رؤساء حكومات مكلفين ما عم يقدروا يشكلوا حكومة، بكون المشكلة بمين؟ المشكلة بتكون برئيس الجمهورية، وإلا منين بنجيب له رئيس حكومة مكلف من المريخ؟ يعني رئيس الحكومة المكلف ليس باش كاتب عن رئيس الجمهورية، ولن يكون ولن يشكل حكومة كما يريد ميشيل عون أو جبران باسيل. بدون يفهموا هيدا الشيء. أولاً مش موضوع مقاطعة، نحن منضلنا عم نشتغل سياسة تحت سقف المؤسسات، وبالنهاية هذا العهد له وقته وبده ينتهي. يعني في مدة دستورية لانتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون، في حال استمر لنهاية ولايته أو كان للبنانيين كلام آخر، لأنه بعتقد اللبنانيين ذاقوا درعاً من عهد الطوابير ومن عهد جهنم ومن عهد السوق السوداء، لأنه هو عهد أسود. وللأسف يعني الشيء الوحيد اللي صدق فيه
الرئيس الجمهورية ميشيل عون، هو وقت لقلنا انه رايحين على جهنم، لانه نحن عم نعيش هلأ بقلب جهنم، هو منه حاسس. المشكلة انه هو وتياره عايشين بلالالاند، منهم عايشين بلبنان. يعني للأسف حولوا رئيسة الجمهورية الى مقر حزبي، وعم يتعاطوا يعني ما عم يعملوا بين اللبنانيين الا خطوط توتر عالية للكراهية وللعنصرية وللخلافات. يعني شوف لي أي طرف هلأ من اللبنانيين هو على علاقة منيحة مع التيار الوطني الحر، باستثناء حزب الله اللي مضطر يسيروا بعض. بس كمان يعني بنعرف قدي بمرحلة معينة وقت فجأة بطلع له ناجي حايك، فجأة زياد أسود البارودي والجوع، فجأة منبتزهم بموضوع الحكومة وبموضوع يعني واضح. السيد حسن نصر الله أعطى نفسه، صادر قرار استراتيجي للدولة اللبنانية بموضوع الباخرة الإيرانية، ولم نسمع أي تعليق من رئيس الجمهورية. منشوف بيانات من رئيس الجمهورية عن تشكيل الحكومة وعن نفي خبر من هون أو نفي خبر من هونيك بمسألة هالقد سيادية، ما سمعنا أي موقف. وين رئيس الجمهورية؟ الرئيس المغيب. يعني كان ملفت ببيان المكتب الإعلام امبارح استخدام جملة السيد الرئيس، هيدي جديدة بالمصطلحات. يعني هيك فكرنا السيد الرئيس بشار الأسد، كرمال هيك عم قلك انه صرنا قدام شيء نظام عم بيعيش بي، يعني عم نعيش بعهده كم من الكوارث الوطنية. خلينا نبلش من انفجار مرفق بيروت لكارثة عكار، وبعد ما رفلن اي جفن ما زالوا بعدهم عم يحكوا بتلت معطل، وعم يحكوا بوزير بالزايد ووزير بالناقص، وعم يتلهوا بامور ولا كانه عنيلن الشعب اللبناني، ولا كانه هناك رئيس جمهوريه للبنانيين. هناك تحول رئيس جمهوريه للعونيين. الصبر ثم الصبر ثم الصبر. يعني ان شاء الله يعني يكون لها النفق في نهاية، بس للأسف طول ما ميشيل عون ببعبدها بعتقد حنضلنا بهذا النفق الأسود، ما حنطلع منه إلا ليطلع ميشيل عون ببعبدها. وصار وقت بعتقد أن اللبنانيين يصوبوا بصلتهم بالاتجاه الصحيح ليساعدوا بخلاصهم من الأزمة اللي نحن فيها ومن النفق اللي أدخلنا فيه عهد ميشيل عون.